نيجي عندنا نيجي عندنا هنا. اولا احنا دلوقتي عندنا مشكله في اتحاد الكوره. اتحاد الكوره الناس قدمت استقالاتها، هاني ابو ريده وكل الاعضاء قدموا استقالاتهم. في خيار امام وزير الشباب والرياضه انه يدعو الى انتخابات مبكره، يعني يدعو لانتخابات مبكره عشان يبقى في عندنا اتحاد لكره القدم. وفي اتجاه اخر انه يقيل، انتوا عارفين لائحه الفيفا انه لما الاتحاد يستقيل فبيقوم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره اللي هو هنا ثروت سويلم بتسيير امور الاتحاد. كان في كلام على انه لا، في اتجاه انه يقال ثروت سويلم وتسند اعمال او اداره تسيير اعمال الاتحاد الى شخص لا خلاف عليه، لانه ثروت سويلم كمان من الناس اللي مسؤولين عن المهزله اللي حصل. لكن كلام العقل بيقول انه عشان ما يحصلش مشكله، انتوا عارفين اتحادات الكوره تبع الاتحاد الدولي الفيفا، فعشان ما يحصلش مشكله ويبقى في تدخل من الدوله، فقالوا والله نمشي المساله قانوني. تمشي المساله قانوني يعني ايه؟ يعني انه ثروت سويلم هو يتولى تسيير اعمال الاتحاد بوصفه المدير التنفيذي لاتحاد كره القدم في لمده لا تزيد عن 90 يوم، ويدعو خلالها لاجراء انتخابات لمجلس اتحاد كوره كامل، والمجلس ده هيقعد سنه، وبكده يعتبر هذه السنه دوره كامله، فينتهي فترته في 2020 ونبدا نعمل انتخابات تانية. ده الشك، يعني في مأزق هنا في اتحاد الكوره. بس مش هي دي المشكله. ليه؟ لانه انا بخشى للمره الثانيه وبقول انا اخشى ان التفاصيل دي تاخدنا من القضيه الاساسيه، وهي محاسبه الذين قصروا ومحاسبه الذين فسدوا. عاده مصريه يعني تاريخيه ان احنا نسخن قوي ونتكلم وندين ونشجب ونسب ونلعن، وبعدين يعني تبات نار تصبح رماد وتخلص المساله. كويس؟ وبعد شويه تلاقي ناس تطلع يقول لك والله يا اخي ما هم كانوا مظلومين، يعني ما تشيلهمش المساله. لا، انا بتكلم اهو حتى لا تبرد النار. يا جماعه احنا تعرضنا لضربه قاسيه جدا، عايز اقول نالت من الحاله النفسيه للمصريين. انتوا احبطتوا الناس، احبطتوا الشعب. وتحديدا انا بتكلم هنا عن المجموعه المسؤوله عن اداره شؤون الكوره في مصر، عن اتحاد الكوره بدايه من هاني ابو ريده حتى اخر عضو في اتحاد الكوره. ليه؟ لانه على سبيل المثال مثلا، انت لما تيجي لك معلومه انه اجيري الراجل اللي هو المدرب بتاع المنتخب، المدير الفني بتاع المنتخب، انه قبل المباراه بتاعه جنوب افريقيا في دور ال 16 كان هو والوكيل بتاعه سهرانين في ديسكو. اللي هو ايه؟ يعني الناس بتوع الاتحاد كانوا فين من الرقابه وضبط اداء اللاعبين؟ مفيش خالص. طالع النهارده ليه بقى؟ لان في محاوله لغسيل اليد من الجثه التي بين ايدينا. كل واحد طالع يغسل ايديه من الجثه. فاحمد شوبير طلع قال لك يا جماعه الوضع كان صعب جدا، ده انا كنت نائب رئيس الاتحاد وما كنتش بقدر اوصل لهنا بريده، واقعد بالاسبوع والاثنين وهنا بريده ما يردش عليا. وبعدين هنا بريده كان عاطي صلاحيات لاحمد مجاهد اللي هو ده كان متحدث رسمي باسم الاتحاد، عضو الاتحاد ومتحدث رسمي باسمه، كان عاطي له صلاحيات اكتر من الجميع. معنى كده ايه؟ انه شوبير بيغسل ايده من الجثه وحاكمه هنا بريده، هنا بريده هو صاحب الفساد كل. الله، ادا احمد شوبير. واحمد شوبير تحديدا انا بوجه له رساله، والله انا احمد شوبير يعني جماعتنا مع بعض يعني فرصه عمل في جريده الفجر قبل كده، كان هو مسؤول عن القسم الرياضي وكنت انا مستشار تحرير الجورنال ونعرف بعض. انا بوجه لاحمد شوبير رساله والله العظيم، يعني
مخلصه. يا كابتن شوبير ارسلك على قاره اختار لك جبهه، اما ان تعمل في الاعلام الرياضي واما ان تعمل كمسؤول من المسؤولين عن الرياضه في مصر من خلال بقى عضويتك للاتحاد. يعني انت النهارده لازم تعلن اعتزالك لحاجه من الاثنين، تطلع كده لجمهورك اللي انت قاعد بقالك يومين تلف وتدور حواليه وتقول يا جماعه انا اما ان انا هعتزل العمل في الاعلام الرياضي او ان انا هعتزل العمل في العمل الاداري في الرياضه. احترمك واقدرك. ليه؟ لانه لا يستقيم الوضع انك تبقى الخصم والحكم، انك تبقى الراجل الاداري اللي بتنظم الشغل وبالليل تطلع تقوم بدور الاعلامي اللي بيحاكم الاداري اللي هو ايه يعني على طريقه يعني جورج الخامس يفاوض جورج الخامس، شوبير يحاكم شوبير، ما تنفعش. فانت هنا احتراما لنفسك، احتراما لنفسك، لانه الحقيقه يعني في وجوه الناس ما عادتش طايقاها، ما عادتش طايقاها ولا طايقه طلتها. فانت النهارده اطلع اعمل بيان، اكتب على صفحتك والله نصيحه مخلصه انك بتعتزل حاجه من الاثنين، اما تعتزل الاعلام او تعتزل العمل الاداري في الكوره، فنعرف نحاسبك، نعرف نتكلم معاك، نحاسبك كاعلامي، نحاسبك كاداري، انما انت عايز تقوم بالدورين؟ لا ما ينفعش. ده شوبير بيغسل ايده من الموضوع ببساطه شديده جدا. وبعدين المسألة دي مش عليك لوحدك، يعني خد معاك بقى كده ايه سيف زاهر، وخد معاك خالد لطيف، وخد معاك حازم امام، وخد معاك مجدي عبد الغني. خليكوا يا جماعة محترمين، اطلعوا النهاردة وقولوا احنا يا اعلاميين يا اداريين. فالشعب ده خطوة مبدئية، ده احنا بنتكلم هنا في ايه، في ضبط الاداء. انما انت بعد شوية هتروح برضو ترشح نفسك في الانتخابات والناس تنتخبك، وبعدين انتخابات اتحاد الكرة دي يعني كفتة، انت بتلاقي مراكز شباب وبتلاقي ناس اعضاء وحاجات، وخلونا ساكتين، او والله عيب نبقى ساكتين، عيب، ما ينفعش نبقى ساكتين، هنقول لان دي انتخابات زي اي انتخابات والاصوات فيها بتتشارك. فتروح انت فدول الوقت اهو، انت كده بقى ان انت قائد الاعلاميين الرياضيين في مصر اشهرهم يعني، فاما تعتزل العمل الاعلامي او تعتزل العمل الاداري، والافضل انك تعتزل العمل الاعلامي الافضل، يعني لانه في مجموعه شباب والله طالعين بيشتغلوا اعلام على حقه يعني. انما في النهايه انت، وده تاني بنقوله، ايه مؤهلات هؤلاء اللي هو يطلع يتحول فجأة إلى إعلامي وبيدير حوار وعنده قدرة تطلع تبقى محلل أو بتاع، خلاص اطلع قول كلمتين ولا بتاع في تحليل ماتش وحاجات من كده. إنما إنك تبقى، وبعدين خلي بالكو ده هم دول بنفس الأداء وبنفس الشخصية اللي بيشتغلوا الكرة كبزنس بيشتغلوا الإعلام كبزنس، ودي ملفات كتير وفلوس كتير وملايين ما حدش يعني يقدر يحصيها. فده ده ده اهو ده دي قضية شوبير. بلغنا بقى النهارده، أنا أهو بقول لك والله وأسألك كل يوم، يعني إحنا ممكن ده يبقى سؤال الحلقة كل يوم، يا جماعة شوبير اعتزل إيه فيهم؟ العمل الإداري ولا العمل الإعلامي؟ هو ورفاقه. هتيجي في نفس الحكاية مجدي عبد الغني. خلونا يا جماعة إيه؟ مش بالترتيب معلش. مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني بقى عامل حاجة غريبة جدا. كاتب على صفحته ايه؟ ليه احنا النهارده في ايه؟ يوم غسيل اليد من جثه المنتخب. النهارده هم بيغسلوا ايديهم من جثه المنتخب. فالاخ مجدي عبد الغني يقول لك لسنا مجبرين على تبرير المواقف لمن يسيء الظن بنا. من يعرفنا جيدا يفهمنا جيدا، فالعين تكذب نفسها ان احبت والاذن تصدق الغير ان كرهت. الله عليك، يعني ابو العلاء المعري. اللي هو ايه؟ انتوا هتخلوا الحكاية حب وكره، يعني هتخلوا المسألة، ودي طريقة المصريين، نسيب الكارثة اللي حصلت ونبدأ ايه نتكلم في حاجات فرعية. فتخلي المسألة حب وكره، ان انتوا في ناس بتكرهكم فبتقول عليكم، بتتهمكم بالباطل، يعني يا عم مجدي عبد الغني الناس بتتهمك بالباطل، ويطلعوا يقول لك نحن لا نقبل اتهامات بالفساد. انتوا للمرة التانية فاسدين، لان النتيجة كده، انتوا فاسدين اداريا يا سيدي، مش فاسدين ماليا، فاسدين ماليا دي تقولها النيابه، انتم فاسدون اداريا. ف
فيطلع مجدي اهو بيغسل ايده.